يا لهوي على الصينيه شايفه ايمي انا حباها قوي مش, حبيها. مش <applause> كده حباها مشاعرك طيبه انا عايزه اقوم ابوسها كده واحطها لا وديك نايم في سلام اه يعني. عيني قاعد في دعه لا وحضرتك مش واخده بالك في بطه مقيله على الجنب اليمين ايه؟ اه يا حبيبه امك دي مريحه كده حبيبه طب شفتي الاثنين اللي عندنا عندي الناحيه دي تشيكن تشيكن صغير و... وده إيه حمام ولا ده ولا ميوز؟ ده لحمه بقى ان شاء الله ميوز ميوز وسمي. سمان سمان, سمان, سمان ده لذيذ قوي ناخده لسمير واحنا مروحين برضه دي حل. احب اعرفك دي صينية اسماعيل ياسين <applause> لما عفركوش جاله <applause> وقال له كل يا مصطفى <applause> آه ايوه صح فاكره العفريت يا مصطفى ايوه بالظبط ام مصطفى ده حطوا له الصينيه دي قوم بقى يمسك الفرخه من دول يعمل تقوم بيبقى حواليه دايما بنات بيقوموا كده يعني ايوه حواليه حوالين الاستاذ وبيزلط حاجه ما تفهميش ده بيض ولا مشمش مش ولا إيه بطاطس ما <applause> مش عارفه ايه هو اللي كان بيزلطه ده يا <applause> محمد ابقى حط لنا المشهد ده اكمنه بقى حقيقه قدامنا <applause> مش اكسسوار <applause>